مشاهدينا أهلا بكم مجددا في ثقافة، وحديثنا مستمر سيكون عن الفن السابع وسيكون عن أفلام العيد التي تشهد منافسة شرسة في مصر. إذن مشاهدينا، هذه المنافسة محمومة بين نجوم الصف الأول شركات الإنتاج وكذا الموزعين، وذلك في سباق أفلام العيد، هذه المناسبة التي تعتبر تقليدا سنويا بالنسبة للصناعة السينمائية في مصر. فيها ترتفع عائدات وإيرادات شباك التذاكر، وأيضا تبرز أسماء فنية. وكما جرت العادة، عيد الأضحى هذا العام يعرف أفلاما متنوعة بين الأكشن، الكوميديا، الرومانسية، وأيضا الأفلام الدرامية. أبرز الأسماء المنافسة هذه المرة هم كل من كريم عبد العزيز وأحمد عز والتونسية هند صبري من خلال فيلم كيرا والجن. عمل تاريخي وطني هو الأضخم من حيث الإنتاج في الصناعة المصرية مؤخرا، فيلم مستوحى من رواية للمؤلف أحمد عنوانها 1919. المؤلف اسمه أحمد مراد، يتطرق لقصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت الثورة، وهذه الفترة كانت ما بين 1919 و1924. هذا العمل انطلق عرضه مبكرا في 30 جوان يونيو الماضي، وحقق حتى الآن إيرادات وصلت ل 20 مليون جنيه مصري، في حين أنه من المقرر أن ينطلق اليوم عرض فيلم بحبك للممثلة تامر حسني في دور السينما المصرية وأيضا العربية. عمل من في الطابع الرومانسي وأيضا الكوميدي، يتضمن 4 أغاني. تدور أحداث العمل حول حياة رجل يخوض قصتي حب ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويظهر العمل اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل وأيضا المرأة. تامر حسني في هذا العمل هو ممثل مخرج للمرة الأولى، وهو المؤلف أيضا، وهو أمر يحدث لأول مرة في مصر وفي الوطن العربي أن يقدم مغني عمل سينمائي من بطولته، من تأليفه وإخراجه. إذن تامر حسني الذي حقق نجاحا كبيرا في أفلام العيد وكان متسيدا، هو رقم صعب في هذه الأفلام من خلال عمله السيد العاطفي وأيضا سلسلة الأفلام عمر وسلمى بأجزائه 3. تامر حسني ونجوم كثر يتنافسون في أفلام عيد الأضحى، وأيضا بالإضافة إلى محمد إمام من خلال أحداث فيلمه عمهم ينافس الجميع أيضا بعد أن أثبت تواجده في العديد من الأفلام. فيلم عمهم يدور في إطار الحركة والكوميديا، يتناول قصة ملاكم ومدرب يعمل مع صديقه بمركز رياضي لتبدأ المغامرة ويشارك في هذا العمل. إذن مشاهدينا، هذه هي الأفلام الثلاث القوية التي ستنافس سباق أفلام عيد الأضحى في مصر وفي الوطن العربي، بعد أن خرج أيضا من سباق المنافسة فيلم تسليم أهالي الذي كان من المقرر أن يعرض، ولكن بسبب مشاغل دنيا سمير غانم التي كانت قد صورت مشاهد هذا العمل مع والدتها قبل أن تتوفى لم يستكمل هذا العمل، يعني للمرة للعام الثالث على التوالي تغيب عن هذا السباق الدنيا سمير غانم. يذكر فقط أن هذا العمل أيضا هو من بطولة والدتها قبل وفاتها وعدد كبير من النجوم، ولحد الآن لم تستأنف بعد دنيا سمير غانم وأختها أيضا المجال الفني بعد وفاة والديهما بسبب جائحة، الذين توفيا بسبب إصابتهما بكورونا العام، إذن بسبب هذه الجائحة. مشاهدينا، بهذا نصل وإياكم إلى ختام ثقافة، شكرا لكم على حسن المتابعة.